السلام عليكم وكيف الحال؟ معكم بشاكر من فريق اكس هابا جيمينج. اليوم بقدم لكم شرح بسيط لطريقة تشغيل العاب الاكس بوكس 360 على الاكس بوكس 1 عن طريق الخاصية الجديدة الباكورد كومباتيبلتي اللي اضافوها في ابديت الاكسبيرينس الجديد الخاص بجهاز الاكس بوكس 1. الصراحة اضافة ممتازة وشيء حلو من شركة مايكروسوفت انها استجابت لها الطلب من جمهور الاكس بوكس وتعتبر من اهم مميزات الاكس بوكس 1. كل اللي عليك تسويه انك تدش على لستة الجيمز اللي عندك عن طريق الدخول الى ماي جيمز اند ابس. بتروح لاخر جهة اليمين راح تلاحظون مكتوب على ريدي تو انستول وهني راح يبين الالعاب المعتمدة حاليا الخاصية هذه. اي لعبة انت شاريها على اكس بوكس 360 عن طريق الديجيتال داونلود بتحصلها هني، واي لعبة مو شاريها من اللايف وعندك اياها فيزيكال طبعا راح تحتاج الديسك اللعبة علشان تقدر تشغلها وتلعب. وكل الاضافات اللي شاريها اللعبة راح تكون موجودة، طبعا تقدر تلعب اونلاين مع ربعك كأنك قاعد تستخدم جهاز اكس بوكس 360. حاليا في مجموعة العاب مدعومة للخاصية هذه، وان شاء الله قريبا على تصريحات مايكروسوفت انهم راح يزيدون يكبرون الالعاب واهم الالعاب اللي عليها طلب من الجمهور. واذا تبون تعرفون شنو الالعاب المدعومة راح تحصلونها في الديسكريبشن تحت، وحتى راح تلاحظ ان النوتيفيكيشنز والامور اللي كانت موجودة في الجيل السابق راح تكون موجودة هني كأنك مشغل اكس بوكس 360. تنزيل الالعاب سريع، بس يمكن اذا انت اول مرة تستعمل الخاصية هذه راح ياخذ وقت على ما يجمع المعلومات المطلوبة، وهذا بس حق اول مرة تشغل فيه اي لعبة 360. واي شيء راح تسويه بتسيف عندك مثل ما كان قبل، وحتى الاب الخاص في تويتش بيشتغل معاكم نفس الحال مع العاب اكس بوكس 1. برأيي هذه الخاصية تعتبر ممتازة حق جهاز مايكروسوفت الاكس بوكس 1، واتمنى سوني يسوون نفس الخاصية الممتازة هذه، واتوقع الشغلة راح تزيد مبيعات الجهاز. شكرا للمشاهدة، واتمنى ان اعجبكم الشرح، ولا تنسون لايك وكومنت ومتابعة القناة، والله يعطيكم العافية، مع السلامة.